بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير الرضوان من ماليزيا. حاليا أنا في حديقة الملك عبد الله في إربد، وهي من أجمل الحدائق في الأردن. هيك اليوم في جمال الحياة موضوعنا عن الحدائق. الشعب الماليزي بحب يقضي وقتهم في الحدائق خاصة مساء. أغلب الحارات في ماليزيا بكون فيها حديقات عامة كبيرة وجميلة. الآن في ماليزيا يوجد قانون إنه اللي بده يعمل مشروع سكني لازم يكون في الحي حديقة عامة. في الأردن يوجد حدائق جميلة مثل حديقة الملك عبد الله وحديقة الملك حسين، ولكن لا يوجد حدائق في جميع الحارات. وشعب الأردني بحب يقضي وقت كعائلة في الحدائق. شاركوني بالتعليق ماذا تريد أن تعرفوا أكثر عن الشعب الماليزي، واستنوني السبت الجاي إن شاء الله.